أنا جاي يا رفقاتي. شوي شوي يا أخي، لازم ترجع على نفس خطواتك، تمام؟ طلع انتبه محل ما بتدعس، اوعك تدعس على غير نقطة، ماشي؟ اوعى. عن أي نقطة عم تحكي؟ الهواء قوي خلط كل الأسار ببعضها. يا رب دخيلك. عاشق، الله يوفقك، انتبه. وقف يا أخي، وقف، اوعى تحرك رجلك، ماشي؟ كرمال الله اصحك. عاشق لا تتحرك. لهون وبس يا عاشق. أخي دخيل عينك، ما تخلي الصاعق يتحرك، تمام؟ لك شو خلاني وافق تروح بدالي؟ شو بدنا نعمل هلأ سيدي؟ سيدي، سيدي اسمح لي أنا أروح، خليني أروح لعنده. أصحك تجي، أصحك. ما تحكي مثل المجانين، شو يعني نتركك هون ونروح؟ شو بدنا نعمل؟ سيدي لا تجو، واضح في ألغام بكل مكان. تمام، أنت بس اهدى، أصحك تتحرك، بدنا نطلعك من هنيك. تحت أمرك. شو في؟ الأتراك هجموا على المكان، قتلوا الكل وما ضل حدا عايش. بيت لحالي. الألغام ما عملت معهم ولا شيء؟ ما انفجر فيهم ولا لغم؟ يعني نحن فخخنا على الفاضي؟ نزلوا علمنا وحطوا العلم التركي تبعهم. كيف؟ بس بدي أعرف كيف عم ينفتوا من الفخ. شو هدول سحرة؟ مزبوط، سحبوا العلم بس واحد منهم دعس على اللغم، ضل متجمد محله، إذا بشير رجله رح ينفجر. والباقيين؟ الباقيين سليمين، أنا متأكد أنه رح يحاولوا يساعدوه بأي شكل. بس أنا كمان سليم، خبيت وجهزت سلاحي. حلو، اوعك تقتل الشخص يلي دعس على اللغم، هو رح يكون الورقة الرابحة. قتل الباقي واحد ورا واحد بالأول، بعدين قتله، سمعتني؟ أنا رح بعطلك دعم. أمرك معلم. هجموا الأتراك على المكان؟ هجموا المجانين، ما بيستسلموا أبداً، ما بيستسلموا، فوراً بعد دعم. شاحنة أو شحنتين، قديش في رجال بعتهم كلهم؟ تمام معلم، رح أتصل فورا. سيدي إذا بدك خليني أتفحص اللغم، يمكن مصنوع من آلية بسيطة فيني حلها. شايلك شو عم بيقول؟ سيدي في يتفحصها بشكل بسيط بالسكين، بلكي بيكون اللغم معطل، وإذا ما كان معطل. عاشق طالع السكين اللي على جنبك، وعلى مهلك تفحص جنب رجلك. سيدي هدول ألغام بنظام قديم كتير، لازم يتخلص من الضغط على الساحق، إذا بيسحب رجله بينفجر. سيدي ما بيقدر يعملها، خليني روح. سيدي خليني أنا روح شوفه، أنا بساعده. عاشق انتبه منيح، سمعتني؟ انتبه منيح. احتموا بسرعة هذا قناص. من وين طلع هذا هلأ؟
طلعوا على كل مكان منيح، لازم نطلع من هذا الوضع بدون ما نحط عاشق تحت الخطر. أحسن لك تسلم حالك وإلا رح يكون موتك على إيدي. اطلع واجهني إذا بتسترجل أشوف. وينك ولاك وينك؟ عاشق لا تقوس، ما تخاطر سيدي. وإذا هذا الحقير قتل عاشق؟ ما في يعملها، عم بيستخدم أخونا كطعم لأنه بيعرف إذا صار له شيء نحن رح نجم عليه ونقتله، لهيك ما فيه يعمله شيء أبدا. يا معلم أنا ما عاد أتحمل، بدي أوصل وأقطع راسه ونخلص، ما عاد أقدر أتحمل. يا كيشانلي نحن لازم نصبر، إذا ما صبرنا ما بنقدر نعرف مكانه. الزلمة متخبي كتير منيح سيدي، ما مبين ولا بمكان. إذا بده يكون بأسفل جهنم موته رح يكون على إيدي. لازم نخليه يقوس كم مرة، إذا فهمنا من أي زاوية عم بيقوس علينا منكون قللنا الخيارات كتير. سيدي أنا طالع. وقف وقف، لوين يا ابني وقف؟ كلكم صرتوا مجاهد؟ هاد الزلمة عندي. أنا هون ولك، أنا هون. يلا وصني. وينك؟ يلا قوص. وينك ولا يلا وصني يا حقير؟ وينك ولك؟ هروب 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 يلا. تمام، أكل الطعم، باتجاه الساعة 12. في بنايتين بيقدر يتخبى فيهم بهذا الوضع. يا رجال شوفوا، رح تتركوه إلي، أصلاً رح يفجر منه، هاد الزلمة إلي تمام؟ وهو إلك. ضل شوية وقت لقتلك، بدي أقطع نفسك، عم تسمع؟ قالوا معلم وين صاروا رجال؟ رح يعرفوا مكاني، ما رح أقدر أتحمل أكتر هون. جايين جايين، تحمل شوي، حاولت الهيهم بأي طريقة لبينما يوصلوا. الزمن بإيدك، ما تخاف من شيء أبداً. طيب شو تعليماتك؟ حاول شتتهم، حاول تخلي العسكري يكون الفخ لصالحك، أهم شيء ما حدا يعرف وين مكانك. تمام معلم. سيدي عاشق. سيدي عاشق انت منيح منيح سيدي، بس خدشني الحقير. شو وضع رجلك؟ عم تقدر تدعس بشكل منيح حاليا؟ ايه. شفتك يا حقير، لقيتك. سيدي بالمرتفع يلي بين البنايتين، واضح انه هنيك في حركة. هلا شوفوا كيف بدي خليه ينط ما يحط، فرج علي منيح. انتبه منيح على حالك. لشوف هلا شو بدكم تعملوا. مين في وراي؟ شو قلت لك يا حقير؟ قلت لك رح تموت على ايدي انا. امن. عاشق انت منيح؟ منيح سيدي، بس عم دوخ شوي، على الاغلب شيء طبيعي. تحمل يا عاشق، دخيل عينك تحمل، اوعى تقيم رجلك عن اللغم، ما تتركه. سيدي هدول ممكن يكونوا طلبوا الدعم هلأ،
أكيد طلبوا هداك الحقير. عاشق، تقدر تتحسس اللغم بسكينتك؟ رح حاول سيدي. أخي انتبه شوي، دخيل عينك شوي شوي، ماشي؟ سيدي هاد ما بيشبه الألغام اللي بعرفه، كتير حساس. سيدي ما رح يمشي الحال، خليني روح أنا أعملها. روح. ليش هدول الأحجار الصغار؟ مشان أقدر أرجع مرتاح من الطريق، بدي أحط إشارة بالطريق. تحمل يا عاشق، تحمل. أعطيني سلاحك. تفضل. فضل الله ابني، أنت رح تصير أب عن قريب، إذا غلطت بتنفجر وبتموت. تركني أنا روح. سيدي ما في مشكلة، رح روح وأنا عم حط إشارات على الطريق وعم بتطلع منيح. تمام، لكن انتبه منيح. ها تمام سيدي. شايلك، انتبه. مفهوم سيدي. تحمل يا أخي، ليكني جاي. دير بالك وانتبه. تحمل شوي، اجيت. ما ضل فيني اتحمل اكثر منك. بدك تتحمل. يلا اخي استعجل اكثر. ضل شوي اخي، رجلي عم تنمل. روق، ليكني وصلت، وصلت. حلال عليك أخي فضل الله. سيدي جاي سيارتين بيك أب. شفت أنه طلب الدعم هداك الكلب؟ شايلك أسرع، طلبوا الدعم. أمرك سيدي. يا رجال عاشق وشايلك ما رح ينصبوا بأي رصاصة، وبدنا نحل شكلتهم لهدول ونطلع من هون. يلا يا شباب تفرقوا. اهدى سيدي، تمام. سيدي شوف، اذا سحبت رجلك من فوق رح ينفجر فينا، تمام؟ تمام أخي تمام. أنا بوثق فيك، أنا بوثق فيك. سيدي اهدى شوي، اهدى شوي بس، اهدى. وانت كمان انتبه. ضل شوي، تمام؟ ما ضل غير شوي. سيدي انتبه، اوعك تحرك رجلك، تحمل. أخي ما ضل عندي قوة للتحمل. يلا استعجل. هلأ هيك بدنا نعمل، أنا بدي ثبت السكين هون. تمام. بدي أعطيك الحجار، وقت بقلك اسحب رجلك بدك تثبت الحجار فوق السكين، تمام؟ تمام. جاهز سيدي؟ جاهز.
تمام، أنا جاهز سيدي، رح نبلش. والله بس لنخلص من هالورطة لطعمي 20 مسكين. ثلاثة، اثنين، واحد، هلأ. تمام. تمام تمام، ما تدعس كيف ما كان، شوي 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 شوي. تمام أخي، تمام تمام أخي، تمام. برافو عليك. سيدي امشي وراي، رح نرجع من المكان يلي حطيت فيه الحجارة. تمام، يلا واحد اثنين ثلاثة يلا. انت بخير؟ أنا بخير. تمام. يلا يا رجال بدنا ننظف هون. ثلاثة، سيدي كله تمام. على أساس هن مفكرين إنه نصبوا كمين، بس الحمد لله قدرنا نقضي عليهم ونزلنا الشقفة لتحت، وعاشق رفع علمنا للسما. سيدي برافو يا أسودي، نطفوا المكان قبل ما ترجعوا مشان ما يقدروا ينزلوا علمنا، بعدين نرجعوا. تمام سيدي. يا رجال جهزوا رايحين، بس قبل ما نروح خلينا نعمل مفاجأة لهدول. أنا في فكرة براسي سيدي، هون عندي. تمام. ما رح نخلي هدول الأنجاس ينزلوا علمنا. أعطيني سلاحك أخي. شكراً فضل الله. يا رفقاتي شو كان يوم؟ تمام هيك، شو كان بدك فيه؟ مغامرة وأكشن وتوتر. ليكو طلعوا فيني عملكم كلكن، صار لازم تتركوا هاي شغلة الجنان بالعمليات إلي لأنه استنفستوا فرسكن، يعني زودتوها كتير من يوم ورايح. ما بقى في روحة على الكمين والركض على اللغم ونطح الصواريخ، هدول شغلتي. سمعتوا منيح؟ سمعتوني؟ وخاصة أنت عاشق بيك، سمعت؟ شو هذا الركض على الألغام؟ تعلمنا منك سيدي. شش يا شباب، الزلمة عم بيحكي صح، بكفي مجاهد واحد للفريق. من هلأ ورايح ما حدا بيعمل شيء إلا مجاهد. أها شايلك زبطت شغلة الكمين، أنت متأكد؟ ما بعتبرها إهانة سيدي، بدي زعل يلي بيدعس على الأرض وخاصة يلي بيطلع على علم تركيا باستخفاف. بالمختصر علمنا دائما بأيدي أمينة سيدي. أسد يا ابن خالي، أصلا من زمان بعتوا فريقين كوماندوس على المنطقة. أوه ما حدا فينا يقرب على الكوماندوس. ليش مين فينا خرج حدا يقرب عليهم؟ يا شباب لما بتكون الشغلة بتخص الوطن والشعب الكل بيصير يقسون. الوطن فوق كل شيء سيدي. سيدي العميد أردام ناطركن. تمام يا ابني، انت روح جايين. يلا يا شباب لازم نستعجل شوي.